نجاة الأشقر هي مصممة أزياء مغربية احترفت فن التصميم مبكرا، حيث سطعت في سمائه ولمع نجمها من بين آخرين. عرضت نجاة في محافل عديدة، منها من كان داخل البلاد ومنها من كان خارجها. وقد تميزت بحفاظها على أصالة الزي المغربي من تقشيطة وقفطان وجلابة، مع إضافة لمستها الخاصة والعصرية. كما عرفت نجاة بمزجها للألوان وتنسيقها لها جيدا، لتصبح واحدة من أبرز المصممين المعروفين الذين لا تفارق الألوان تصاميمهم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة فاس تي في 1 في أولى حلقات برنامج جديد ومتميز من حيث الفكرة ومن حيث التنفيذ. البرنامج اللي كيشكل المتنفس ليك وليا والجميع سيدات المجتمع المغربي، واللي غادي يمكننا من إعطاء صورة واضحة على شكون هي المرأة المغربية، وغادي يمكن من كشف الجوهر ديالنا المتمثل في البساطة ديالنا، في الرقة والأنوثة ديالنا، وبطبيعة الحال في القوة والصلابة ديالنا. اختارينا سيدات متألقات ومبدعات كل وحدة في المجال ديالها، واستضفناهم معنا في البرنامج ديالنا باش يتقاسموا معنا الخبرة والتجربة ديالهم، ويعطيونا جرعة من الأمل ويكونوا مثال للأخريات، ونبينوا لهم أن المرأة المغربية قادرة. حلقة اليوم اخترنا موضوع مثير وشيق واللي كيهم جميع السيدات وحتى السادة المشاهدين، واللي هو موضوع الموضة أو اللباس بصفة عامة. وكما كنعرفوا اللباس اللي هو شي حاجة ما كنستغناوش عليها وكنستعملوها بشكل يومي، لهذا استضفنا معنا مصممة مبدعة ومتألقة في مجال الموضة، واللي غادي تشارك معنا الخبرة ديالها وغادي تعطينا نصائح أكثر على المجال. رحبوا معايا مشاهدينا الكرام بالمصممة نجاة الأشقر. مرحبا بك لالا نجاة. مساء الخير. مرحبا لالا، شكرا. انت غتكوني اول ضيفه لنا في البرنامج عالم انثى، وهذا الشيء بطبيعه الحال ما جايش من فراغ، هذا الشيء راجع للعزيمه والعطاء ديالك في الميدان. شكرا شكرا، هذا شرف لي. مرحبا بك. اذا غادي نفتتح النقاش ديالنا اليوم بالمسيره ديالك في عالم الموضه وتصميم الازياء. اذا لالا نجاة، عاودي لنا كيفاش دخلتي لعالم الموضه؟ نقدر نقول لك بان دخلت لان كانت عندي واحد الهوايه ديالو، الله كنعشق انايا الموضه والتصاميم من الصغر ديالي. ربما في باش نكمل فيها كان اختيار، لان انا كان الحلم ديالي مجال اخر. شنو كان الحلم ديالك؟ صحافه، مجال الصحافه. دونك وتغير، جا في واحد الوقت اللي غيرت المشوار ديالي، لانه كنت كنعشق هذا الميدان هذا من الصغر ديالي، وانا موهوبه في التصاميم، اختيار الالوان، تناسق الالوان، نصوب شي حاجه بيدي. تعلمت نشد الابره وانا في واحد السن صغيره، وماشي علاش كملت فيها. شكون اللي اكتشف هذه الموهبه الجميله؟ جداتي هي اللي كانت الدافع ديالك باش تدخلي لعالم الموضه. مزيان. انا بغيت نعرف كيفاش استطعتي تحققي ذاتك في مجال الموضه، واش كانت شي صعوبات في البدايات ديالك؟ اكيد كانت صعوبات كثيره، ماشي 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 سهل انه تقدر توجد واحد الحاجه وتكون ساتيسفي كاع الناس اللي بغاوها،
دونك هادشي اللي كاين. وي هادشي اللي كاين. نتطرقوا لحاجه واحده اخرى واللي هما التصاميم ديالك. وانا من خلال البحث ديالي في التصاميم ديالك واللي كتقدمي ديما اللي هما زوينين طبيعه الحال تبارك الله عليك، لاحظت باللي كاين اختلاف من تصميم لتصميم، ولكن انا اللي بغيت نعرف شنو هي البصمه اللي كتخلي نجاة الشقر في التصاميم ديالها. يعني انا فاش نشوف واحد المجموعه من التصاميم نقدر نعرف ونقول ان هذا هو التصميم ديال نجاة الشقر. عندي واحد المزيج ما بين العصري والتقليدي، دونك حاولت ندخل واحد البساطه والجلابه والقفطه المغربي، ندخل عليه واحد اللمسه عصريه والتناسق ديال الالوان في التطريز. دونك عندي واحد لاتوش في التنسيق ديال الالوان. وكنعرفوا باللي قدمتي العديد من العروض، يعني شنو هما الاماكن او المحافل اللي درتي فيها العروض ديالك، وشنو هما المحافل اللي كطمحي تعرضي فيهم مستقبلا؟ ايوا كنطرح نعرض في كل ما جاتني فرصه. عرضت في الديار الاوروبيه، في بلجيكا، في هولندا، في فرنسا، وعرضت عده مرات، وعرضت جوج مرات في الولايات المتحده الامريكيه. تبارك الله. وكيفاش كتكون الاجواء يعني ديال العروض مثلا في الكوليس مع العارضات؟ ماشي سهله، صعيب، واحد المجهود كبير وخصك بزاف ديال المساعده. ستريس، انما كتكونيش عارفه شنو غادي ردات الفعل ديال الناس وديال الجمهور كيفاش. والحمد لله كانت كدوز مزيانه الحمد لله. هذا هو الهدف. كان القفطان ديالنا والجلابه المغربيه في حاولنا نعرفوها لا الاوروبيين ولا الامريكيين، اكيد يعرفوا اللمسه ديالنا. جميل. اذا لاله نجاة، بحكم متابعتي شويه لمجال الموضه غير شويه، كنلاحظوا باللي المشاركات ديال المصممين المغاربه قليله شويه في المحافل ديال الموضه الكبار بحال اسابيع الموضه مثلا. يعني شنو اللي كيخلي المصممين المغاربه ما كيشاركوش بكثره في بحال هذه المحافل؟ واش ضعف الامكانيات، ولا مثلا انحصار المصمم المغربي في اللباس التقليدي ربما؟ بصراحه بجوج، ضعف الامكانيات هي بالدرجه الاولى، والانحصار ديال المصمم ولا المصممه المغربيه في مجال ديال التقليدي. ولكن حاليا دابا رجعنا داك اللمسه، يعني واخا داك التقليدي كيبغيوه الامكانيات اكثر. كنتمنوا ان فوالا، هذا سؤال حتى شويه ديال المسؤولين حتى هما يعاونوا. هذا نداء المسؤولين ديالنا باش يشجعوا القطاع ديال الموضه. بطبيعه الحال اكيد ما يمكنناش ما نستغلوش الفرصه ديال الحضور ديالك معنا، ونطلبوا منك تقدمي نصائح للمشاهدات ديالنا. يعني تقولي لنا كيفاش يمكن السيده انها تطور من طريقه اللبس ديالها او الستيل ديالها. يعني تعرفينا اكثر بشنو هما صيحات الموضه اللي كاينه دابا، او شنو هي الالوان اللي دارجه. بصراحه خص اللي نقدر ننصح انا اي سيده انها هي يكون عندها واحد لو ستيل ديالها الخاص اللي كترتاح فيه، والالوان كلهم على تختار اللون اللي يناسبها، ماشي ضروري نتبعوا شنو كاين في المجال، تكون هي واحد الحاجه كترتاح لها. يعني صحه الموضه ماشي ضروري باش الانسان يكون، لا اذا كانت فيها بساطه وشنو بغيتي، الا حبيتي داك اللون وهذا راه غيعطيك واحد الجماليه بطبيعة الحال. وديما راه حنا اللي كنلبسو ماشي الحوايج اللي كيلبسونا. اكزاكتومون. واخيرا انا بغيتك تعطينا ارشادات ونصائح للناس اللي كيتابعونا او اللي مولوعين بمجال تصميم الازياء. شنو تقدري تنصحيهم وشنو تقدري تقولي لهم باش يتمكنوا من دخول عالم الموضه، باش يوليو حتى هما مصممين محترفين؟ بالدرجه الاولى خصهم يكونوا كيعشقوا هذا المجال. هذا المجال خصو يكونوا كيعشقوه وكيحبوه باش يقدروا يعطيو فيه، ما ياخذوش غير شنو غيربحوا فيه. لا خصني في الاول ماشي ضروري نربحوا، خصنا شنو غنعطيو. يعني كما لاحظتوا معنا مشاهدينا الكرام، وكما تقسمت معنا المصممه نجاة الشقر، يكفي ان الانسان يكون كيبغي المجال اللي كيخدم فيه. وانا متاكده الا تبعتوا النصائح والارشادات ديال المصممه ديالنا غادي تولجوا لعالم الموضه، وغادي تخليو حتى نتوما البصمه ديالكم. بهذا القدر مشاهدينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وكنتمنى انكم تطبقوا النصائح ديال المصممه ديالنا.
شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ديالكم. موعدنا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع ضيف آخر وموضوع آخر، دائما على نفس الموعد ودائما على نفس القناة فاست تي في 1، قناة كل المغاربة. دمتم في رعاية الله. وما تنسوش ديروا ابوني لقناة فاست تي في 1 وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.